القضية ديالي اغتصاب واحتزاز وتهديد بالقتل جماعي، سبعة الناس، وهذا السيد هو معتقل من وراء عطاه، من دازها القضية التحقيق عطاه صالح مؤقت، من وراها بالسيمانة سكر وتهجم عليا الدار فين كنسكن أنايا بالإقامة مع الوحدة الليل وبحالة السكر، وهز السلاح الأبيض باغي كيهددني بالقتل هو بحالة السكر. كانوا غير العساسه السيكيريتي ديالي مولي هاد الناس مولي شدوا هاد السيد عليا انا، وكما تصابوش هاد لي سيكيريتي ديال العماره كون دخل عليا الدار، كاينه غير انا ووليداتي جوج والاب والام ديالي ناس كبار. الحمد لله القضاء نزيه المحكمه المحمديه اللي بينت لي الحق ديالي من الجزء الثاني منه شويه، وكنتمنى سيد القاضي التحقيق حتى هو يعطيني الحق ديالي، هادشي حيت هو باقي في الصالح مؤقت. السيد خرج بالصالح مؤقت وانا ما عجبنيش الحال، حتى السيد كربص عليا وداني سبعة الناس غتصبوني واحتجوني من 10 الصباح الى صاله العشاء عطلقوني. انا استاذك بغيت غير الحق ديالي يبان، يبان هاد ست الناس اخرين في القلب ديالي يرتاح وضميري يرتاح.